الاتفاقيات والمعاهدات بين الشركات والمؤسسات التجارية أمر مقدس لا يجوز المساس بها أو تسريب بنودها تحت أي ظرف، فما بالك الدول. العبث بالاتفاقيات والوثائق القانونية السرية هو ما درجت عليه دول الحصار منذ بدء الأزمة وحتى الآن، وهي فيما يبدو سياسة ثابتة لا تحيد عنها كلما فقدت ماء الوجه وشعرت بالإفلاس والحرج أمام الرأي العام. بمجرد تسليم قائمة المطالب 13 للوساطة الكويتية، سربت الدول المحاصرة على الفور القائمة كاملة. فسارع وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية أنور قرقاش إلى اتهام قطر بتسريب القائمة للتغطية على ذلك. جاء الرد سريعا عليه من سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، متضمنا الأدلة الموثقة من مواقع وكالات الأنباء رويترز وأسوشيتد بريس على أن القائمة وصلتهم من مسؤولين في دول الحصار، بيد أن ذلك لم يمنع دول الحصار من التمادي في غيها، فأدرجت الاتهام مرة أخرى في بيان جدة المكمل لبيان القاهرة، وقالت إن قطر قامت بتسريب قائمة المطالب بهدف إفشال جهود دولة الكويت الشقيقة وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية، وتجاهلت السؤال المنطقي الذي ينسف كل ادعاءاتها. إذا كانت قطر هي التي سربت قائمة المطالب وسعت إلى إفشال جهود الوساطة، فلماذا لم تسرب ردها الذي سلمته للوساطة الكويتية وهو الخيار المضمون والأسهل لتحقيق تلك الغاية؟ ذلك أن قطر تلتزم بأصول العمل الدبلوماسي وتؤمن بأهمية الإبقاء على كل شيء في سياقه المطلوب، وهذا بالتحديد ما يحرج دول الحصار في التعامل مع قطر، ولذلك تلجأ إلى مثل هذه الأساليب الملتوية لتشويه مواقفها في كل مرحلة. دخلت الأزمة شهرها الثاني ولاح في أفقها تحرك دبلوماسي دولي يهدف لاحتوائها، ولما كانت جميع محاولات دول الحصار لإدانة وفرض الوصاية على قطر تواجه الفشل الذريع، لجأت إلى سياسة التسريب مرة أخرى. سربت الدول المحاصرة هذه المرة وثائق اتفاق الرياض السرية إلى شبكة CNN الأمريكية، ومنها إلى وسائل الإعلام التابعة لها، في محاولة أخيرة لكسب التعاطف ولعرقلة الجهود الدبلوماسية الساعية إلى حل الأزمة. كما سربت مذكرة داخلية لوزارة الخارجية السعودية تتضمن بعض الإجراءات التي تخصها وموجهة إلى مسؤولين في الوزارة في مسعى لإيهام الرأي العام بأنها إنذارات سابقة موجهة إلى دولة قطر. حساسية اتفاق الرياض وسرية بنوده التي تشمل الدول الموقعة عليه كافة وليست دولة قطر وحدها لم تمنع دول الحصار من المجازفة بنشره على الملأ، سعيا إلى إدانة لم تستطع تحقيقها عبر تسريبات سابقة ومحاولة لكسب الرأي العام الذي سئم حججها المفضوحة، فقررت أن ترمي بآخر أوراقها لعلها تنجح.